نطمن على اخبار النادي الاهلي. هحاول اجيب لكم او هنحاول نجيب لكم الزميل كريم احمد عشان نشوف ايه اللي حصل في تونس وايه اللي حصل في اجواء المران الاخير. المباراه بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 8 بتوقيت تونس باذن الله. كلام كتير حصل يعني حوالين تكريم رمضان صبحي امبارح، هنتكلم فيها برضو. يعني الموضوع مش عارف واخد اكبر من حجمه بكتير. رمضان صبحي كرم كاحسن لاعب في افريقيا، كرم بتتويج منتخب مصر الاولمبي تحت 23 سنه، منتخب الحائز على بطوله افريقيا والمنتخب الاول عربيا اللي بيحصل على هذه البطوله. فاعتقد ان اي تكريم بعد التكريم ده هو تكريم يعني عابر ومفيش فيه اي مشكله خالص. بالعكس يعني انا شايف ان هو احنا كلعيبه اهلاويه مش 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 لاقي تعبير بصراحه اقوله، مش عايز اقول تواضع ومش عايز اقول ان احنا مش عايزين نقول لحد لا، لكن اي حد بيجي يقول لنا اهلا وسهلا بيكم نقول له اهلا وسهلا وعلى دماغنا من فوق كمان. فالموضوع واخد اكبر من حجمه، ويقول لك بقى اصل ما كانش تكريم رسمي. يا جماعه الموضوع بالنسبه لرمضان شخصيه وبالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي اي حد بيتمنى يكرمه، اي حد بيتمنى ان هو يعني يقرب ليه حتى. فالموضوع ان هو حد كرمه بقى رسميا او مش رسميا ده حاجه كده، يعني بقول له كرم رمضان صبحي او خد احسن لاعب في افريقيا تحت 23 سنه. منتخب مصر خد بطوله افريقيا، اول منتخب عربي ياخد هذه البطوله، فخر لنا كلنا كعرب. والراجل اللي بيقدم لرمضان الدرع ده ايا كان مين هو فهو شكرا جدا جدا ليه، ان هو راجل فعلا عارف الاصول وعارف بيوطد صداقه وبيوطد اخوه. فلازم نقول له كلنا شكرا، حتى لو ما كانش بيمثل النادي فعليا او بيمثله رسميا لازم نقول له شكرا جدا ان هو عمل هذه اللفته الطيبه حتى لو ما كانش رسميا. وما ينفعش ان احنا واحد جاي يستقبلنا بصفته ممثل النجم الساحلي وجاي يقول معاه درع نقول له لا بصراحه اصل احنا عايزين وعايزين وعايزين، مش دي اخلاق النادي الاهلي خالص يعني. فكون ان هو بقى مش عارف هيعملوا تحقيق او مش هيعملوا تحقيق، الراجل حرص على توطيد الاخوه العربيه، حرص على تكريم كابتن مصر رمضان صبحي 23 سنه لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في مشواره وعمل اداء ولا اروع، كان قائد فعلا بمعنى الكلمه، خد كاس افريقيا بيمثل العرب كلهم، اول منتخب عربي ياخد هذه البطوله. فالراجل كان حريص ان هو يكرمه وحريص ان هو يقول له والله شكرا ان انتوا خدتوا بطوله افريقيا كاول منتخب عربي. فمش عارف بصراحه اللي حصل بعد كده ايه، يعني حاسس ان هي حاجه يعني صغيره قوي ان هي تطلع من مسؤولين كبار ايا كانوا هم مين. عموما موضوع وعدى، واحنا بنقول لاي حد اهلا وسهلا بيك، حتى لو كان احنا بنقول للجماهير، جماهير حتى الجماهير اللي في الشارع لما تيجي ماسكه لك ورده بتقول لك بنقول لها شكرا، لما بيجي يمسك لك صوره ليك راسمها لك بنقول له شكرا شكرا على دماغنا من فوق، يعني بنبقى في طايرين من الفرحه. فاكيد واحد بيمثل النادي وواحد جاي يستقبلك في مطار ويعني ممثل النادي جاي بيقول لك انا جايب درع رمضان صبحي اهلا وسهلا بيك، مفيش مشكله خالص يعني. وشكرا جدا ليه، وشكرا ان هو حريص زي ما قلت على تدعيم وتوطيد العلاقات، وحاجه جميله نتمنى كلنا حتى لو ما كانش ممثل، لكن لفته طيبه جدا من هذا الرجل المحترم.